السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم سلوى من سلوى's Kitchen، وصفة جديدة وفيديو جديد. وهذه المرة جبت لكم واحد الكيك رائعة ببيضة واحدة، كيكة الخمس المعالق، جد اقتصادية ولذيذة بطبقات جد متناغمة. كنتمنى تنال اعجابكم. كيف ما كتشوفوا بمذاق الشوكولات اللي كيحمق عليه كل شيء. نتمنى من الناس الجداد انهم يدعموني بالاشتراك القناة ديالي، وتوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتشاركوا مع العائلات ديالكم لانها بصح كتستحق التجربة. ونبداو على بركة الله الوصفة ديالنا. كنبداو بالمول ديالنا. هو الاول كندهنوه مزيان بالزبده وكنوضعوه جانبا. انا دهنته بالزبده وغادي نغلفه بورق ديال الزبده. كنشوف كنقطويه على اربعه، وكناخذ القطر ديال المول ديالي وكنقطعه باش غادي نغلف غير القاع، ما غنغلفش الجوانب. صافي كنوضعوه في القاع وكنخليه المول جانبا حتى تجهز لي الخليط. عندي بيضه واحده فقط. كنضيفو 5 المعالق ديال السكر، معلقه ديال الحساء استعملت انا باش هي باش عبرت، قبصه ملح. كنخلطوا الكل جيدا حتى يدوب السكر في البيض. مع التحريك دائما والخلط كنضيفو 5 المعالق ديال الزيت. خمسة المعالق ديال الحليب. خلطوا الكل جيدا دائما مع التحريك. كنضيفوا 5 المعالق ديال الدقيق. كنغربلوهم مزيان، نضيفهم على الخليط. في هذه المرحله ممكن تضيفوا حتى خميره الحلوى، انا نسيتها حتى الاخر وضفتها مع الفاني. كنستمروا في التحريك والخلط وادخال الدقيق في الخليط. كيف ما قلت لكم صحابي، هاد الكيك جد رائعه وراقيه، ما تشبعوش منها. وصفه جد سهله في متناول الجميع، ومقادير متوفره في كل بيت. نتمنى صحابي انكم تدعموني، وما تنساوش اللايك والاشتراك. في هاد الاثناء كنضيفوا 2 معالق ديال بودره الكاكاو، كنغربلوهم مزيان وكندخلوهم في الخليط مع التحريك دائما من الوسط، وندوزو للجناب. انا نسيت هنايا الخميرات الحلوى والفاني، غادي نضيفهم في الاخر، ولكن ممكن نتوما تضيفوهم مع الدقيق في الاخر. انا وضفتهم، غادي تشوفوا في الفيديو. كندخلو مزيان الشوكولا باودر في الخليط. كيف ما كتشوفوا الخليط، كنضيف نكهه الفانيلا ومعلقه كبيره ديال خميره الحلوى مقدار 8 غرام. كنخلطوا الكل جيدا دائما مع الخلط. صافي وغادي يكون جاهز باش نوضعه في المول ديالي وندخلو الفران على درجه حراره 180 درجه 350 فارنهايت لمده 20 حتى 30 دقيقه. كنهزو يدينا دائما من الفوق، كنحطو كل شيء في المول. كنوزعو الخليط على المول. صافي كندخلو الفران لمدة 20 حتى 30 دقيقة. كيف ما كيخرج سخون كنثقبوه. كناخذ واحد المعلقه ديال الشوكولا يعني باودر، وكنخلطوها مع الحليب باش نسقيو الكيك ديالنا. كنحركوها مزيان وكنثقبوا الكيك ديالنا بعود الاسنان كيردون.
وكان نسقيوها باش تجي مسقية ما تجيش ناشفة. صراحة الكيكة تجي رائعة، إن شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم. جد سهلة وبسيطة ومكونات جد يعني متوفرة في كل بيت. نسقيها دابا وغادي نخليها جانبا تشرب لي هذاك الحليب باش نضيفوا عليها الطبقة الثانية. ممكن تسقيوها بالحليب والقهوة والحليب والشوكولات، داكشي كيبقى مسألة الذوق نتوما والاختيار ديالكم. في وعاء كناخدو السطر تاع الحليب، نضيف عليه معلقة كبيرة ديال السكر، نضيف عليه 3 معالق كبار ديال مايزينا أو النشا، كنضيف عليه الفلون فاني. انا الفلون عندي حلو، داكشي علاش درت غير معلقه واحده ديال السكر. الا استعملتوا الفلون المسوس بطبيعه الحال غادي تذوقوا، والسكر كيبقى حسب الذوق. زدت الفانيلا وخلطت الكل جيدا، الفانيلا زدتها سائله، ممكن تزيدوها سكر فانيلا. نخلطوا الكل جيدا باش يذوب الكل وينسجم، وغادي نوضعوه على النار متوسطه حتى يبدا يتجمع لنا الخليط. ملي كنوضعوا على النار ما كنوقفوش على التحريك، كنبقاو نحركوا حيت غادي الا غفلتوا عليه غادي تجمع وغادي تخسر لكم الكريمه. من الاحسن ما تمشيو فين تبقاو واقفين عليه، فالتحرك المستمر غير تشوفوا بانه تجمع. غادي نحيدوه من النار وغادي نضيفوا واحد معلقه ديال الزبده صافي، وغادي يكون جاهز. كيف ما كتشوفوها هو بدا كيتجمع ليا، ضفت معلقه ديال الزبده ديالي وكنحركو بسرعه بسرعه بسرعه، وغادي نضيفوه سخون فوق من الكيك. كيف ما كتشوفوا انا ضفته فوق من الكيك ديالي، دغيا كيتجمع. وغادي نخليه مده واحد 10 دقائق بين ما برد لينا، وغندخلوه الثلاجه حتى يتجمع بالكامل. عندي واحد 200 غرام ديال الشوكولا ونص كاس ديال الحليب، غادي ندفيه مزيان. غادي ندوب الشوكولات في الميكرووند ولا في بيغماغي، وغادي ندفي حتى الحليب، وغادي نبقى نخلطهم مزيان 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 حتى يعطيني هذا القوام، حتى يذوب ندوبو مزيان مزيان، وغادي نوضعه فوق من الكيك كيف ما تشوفوا معايا. هاي الكيك ديالنا خرجناها، كنحاول غير بشويه ما تلصقش ليا على المول، كندوز الموس بشويه في الجوانب صافي، وغادي نديمو ليها. ممكن توضعوا الشوكولا من فوق منه الا بغيتوا، ولكن انا غادي نغطيها كلها بالشوكولات، داكشي علاش حيدت المول. دابا غادي نخوي هذاك الشوكولات من الفوق وغادي نوزعو على الكيك بالكامل، وتزين بطبيعة الحال كيبقى اختياري، يعني ماشي بالضرورة تزينو بالطريقة ديالي، ممكن تزينو بأي حاجة متوفرة عندكم في البيت. في هذه المرحلة راكم يعني الكيكة جاهزة، غادي تدخل غير تبلد وراها واجدة، ولكن تزين كيبقى اختياري، كل واحد يزين على حسب المتوفر عنده في البيت. كنوزع الشوكولا بالكامل، غادي نبقى مستمره حتى نوزع الشوكولا من الفوق ونغطي الجوانب. كيف ما شفتوا انا دخلتها للثلاجه بردات، وغطيت الجوانب باللوز إيفيلي، كنت حمرته وغطيت الجوانب. كان عندي هاد الشوكولات بهذا اللون البني او البرتقالي، دوبته مع شويه ديال الزبده وضعته في جيب الحلواني. ممكن تضعوا غير في كيس بلاستيكي وتقبوه وتدوروا بحال هكا وديروا هاد الديكور ديال ميلفوي، راه كيجي سهل ورائع، كيجي بحال الوريضه. وكتاخذوا كيغدون كتبقاو غاديين جايين كيف ما كتشوفوا في الصوره، راها زواق جد سهل. طبيعة الحال الزين كيبقى اختياري، كل واحد يزين بالذوق ديالو ماشي مشكل، المهم هو المذاق في الاخر.
تنسوش صحابي دعمي بالاشتراك بالنسبة للناس الجداد لأول مرة كيشوفوا الفيديو، نزلوا ديروا لي لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ودعموني. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم وعلى المساجات ديالكم والتعاليق ديالكم، ونتمنى هاد الوصفة تنال إعجابكم كيف ما قلت لكم كتجي جديدة وهشيشة ورطبة بزاف بزاف ودارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، غير هما كانوا مقدمينها بمكونات جد بالكريمة والكريمة السائلة، وانا درتها بطريقة يعني جد بسيطة باش كل واحد يتمتع فيها وتعجبه ان شاء الله وتجربوها لانها تستحق تستحقوا التجربة. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم صحابي ونجربوها وتخليوا لي التعاليق، ما تنسونيش من الاشتراك. وهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو، نتلقاو صحابي في وصفة جديدة. كانت معكم سلوى من سلوى كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.